عسلامة البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله راكم بالف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا وصفه الشاميه، ريسيت سهله على الاخر وناجحه 100% بقدره ربي. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات، ان شاء الله انتم مزيد تجربوها وتنجح معاكم، خاطر ياسر بنينه ابن حتى من نشريوها. بالنسبه للشاميه، نحن في تونس يعني نسميوها شاميه، اما في بعض البلدان الاخرى اسمها حلاوه. كما تعرفوا معناها كل بلاد شنو تسمي، التسميات مختلفه، انا الحاجه واحده. توا يلا ما نطولش عليكم، يلا ندخلوا مع بعضنا الكوجينه نشوفوا طريقه ونشوفوا المكونات. وهذوما المكونات للوصفه نتاعنا نتاع الشاميه. هما صحيح مش برشا مكونات، اما نتيجه روعه. خديت لهنا كيس باش نكيل بيه كل شيء. الكيس الاولاني حطيت فيه كيس طحينه. الطحينه هي عباره على جلجلان نرحيوه بالباهي بالباهي للي يقر الزيت نتاعو. تنجموا تشريوها حاضره، راهو موجوده في كل بقعه وماهيش غاليه، وتنجموا زادة يعني تعملوها وحدكم في الدار، ترحيو الجلجلان للي يولي طحينه. وكيس حليب بودر، كيف كيف راهو الحليب بودر متوفر في كل بلاصه، في تونس، في الاوروب، لهنا في السعوديه، ومعناها ماهوش غالي زادة. وكيس سكر محور، بالنسبه للسكر محور ما نجموش يعني نعوضوه بسكر خشين. وبالنسبه للطحينه راهي ضروريه في الريسيت نتاع الشاميه، هي والحليب بودر، يعني ما نجموش نستغنوا على حتى حاجه منهم. بالنسبه للسكر تنجموا صحيح تنقصوا شويه من الكميه، اما انا الحكار هذا جاتني ريسيت ناجحه 100%. وباش نستحقوا زادة لهنا المغرفة عسل. بالنسبه للعسل تنجموا تعوضوه بالجليكوز، اما من المستحسن تحطوا عسل الخير. العسل هذاك باش يعطينا التعليكه البنينه للشاميه. والفيكيا حطوا الفيكيا اللي تحبوا عليها، انا بويسك نحب شاميه بالفستق، اخترت لهنا باش نعملها بالفستق. وانتم تنجموا تبدلوا فستق باللوز والا بفريوه والا حاسيلو اللي تحبوا. لهنا هذه فستق قسمت كل كعبه لاثنين باش نحطها من اللوطه، وهذه فستق مهروش باش نحطه في وسط الشاميه من داخل. وانتم تنجموا يعني تعملوا الكل مخلط والا تعملوا كان في الوجه نتاعها، هذاك الشوا ليكم كيف ما تحبوا. تو نشوفوا من بعد كيفاش باش نعملوه الفستق. تو يلا نشوفوا من بعد الطريقة. خديت لهنا الصحفة اللي باش نخدم فيها باش نحط الحاجات الشايحين. اول حاجة حطيت الحليب بودر باش نكمل نحط عليه السكر محور، ونخلطهم بالباهي بالباهي اللي يدخلوا في بعضهم. كملت لهنا خلطتهم شويه وقلت خليني نغربلهم خير باش اذا كان فما كعابر في السكر محور والا في الحليب بودر هاكا يتنحاو، ما تجينيش بعد تكستير خايبه فيها كعابر والكل. كملت لهنا غربلتها، هذوكم الكعابر كيما تشوفوا اما ما همش يابسين هاكا تحلوا بسباتول. دونك من المستحسن تغربلوهم خير. وتوا باش نبدا نحط في الطحينه. انا الطحينه باش نحط الكميه الكل فرد المره، على خاطر القياس هذا ديجا جربته قبل وجاتني حاجه ناجحه ومعناها وبنينه برشا. باش نحط الكميه الكل فرد المره، اما اللي باش يعملها اول مره يحط الحاجات الشايحين من الاول وبعد يبدا يزيد في الطحينه بشوي بشوي، على خاطر كل طحينه والتكستير نتاعها. ما نحبش طحينه تغلبكم وتجيكم بعد الشاميه محلوله ولا تجيكم هكا مش باهيه. نحطوا بشوي بشوي ونبداو هكا نخلطوا للمكونات الكل يدخلوا في بعضهم. ولازمنا نتحصلوا على قوام لازم تكون مبثبثه، يعني ماهيش سائله، تبدا شايحه شوي. تو نوريكم بعد كيفاش، خاطر لهنا مازال ديجا مش مخلطه بالباهي. نكمل نخلطها ونوريه لكم كيفاش لازمها تكون. وهذه القوام تاع الشاميه نتاعنا كيفاش لازم يكون، ما لازموش يكون سائل. تو باش نكمل هنا نحط الفستق. بالنسبه للفستق كي نخلطوه مع بعضهم تو تزيد تشيح اكثر. نكمل هنا نحط مغرفه العسل، وبالنسبه للعسل ما عملتش بمغرفه على خاطر اذا كان باش نحط بمغرفه وكل باش كله يحل في المغرفه، هبطته هكاك بيدي ونكمل نخلطهم كلهم زيدا مع بعضهم. الحقيقة
الحقيقة لهنا بعد لخلطها حسيتها نقصة فصدق، كملتها روشت شوية بالمهريس وباش نكمل نحطهم باش تجي هكا مشخشخة وبنينة. نكمل نخلط من الأول وجديد للي الفصدق يدخل في المكونات الأخرين. هذه هي القوام النهائي للشامية، لازمنا نتحصلوا على القوام هذا. تبدأ ماهيش شيحة برشا برشا وماهيش سيلة زيدة، هاكا نوريكم بالباهي باش تفهموها كيفاش لازمها تكون. توا باش نجيب صحفة، تنجموا صحفة بلاستيك، بلار، حكة، حسيلوا اللي تحبوا. انا اخترت باش نحط في الحكة هذه باش بعد نسكرها ونحطها في فريجيدير تبدأ هكا مسكرة. باش نحط بابي سولوفان من اللوطة باش بعد كي نقلبها تجي قالب واحد. اما انا خاطر باش نصورها والكل سينو تنجموا تحطوا ديريكت راهو في الحكة، مش لازم بابي سولوفان. غلفت لهنا الحكة بالبي وحاولت نستويه باش ما تجينيش فيها كتكميشة متاع البابي ملوطة. باش نرش لهنا الفصدق، هذه الفصدق باش يكون بعد الوجه متاعها باش تعطينا منظر هكا مزيان. تنجموا يعني تحطوه مهروش اكثر كما قلت لكم، تنجموا تعوضوا باللوز بفريوة كيف ما تحبوا. الفيكي تنجموا زيدة تحطوا الكمية اللي تحبوا عليها، راي ما هيش كمية كبيرة برشا، جوست هكا تشوفوها قالب واحد هكا وكل شيء من الفوق تظهر برشا، ما هي شوفوا ميمبا هكا صحفة صغيرة بالكل. نكمل نرصفهم كيكة، كعبيت حطيتهم على الوجه، كعبيت على القفاء باش يعطيني منظر مزيان. هنا باش نبدا نحط بشوي بشوي في الشامية باش الفصدق ما يتحركش من بلاستو. نحط هكيكة بالطريقة هذيك وديما نرص وراهو باش تشد بلاصتها. لاني حطيت فوق الفصدق الشامية كيما شفتوا دايره سيره، ديما نحط ونرص هكيكه باش الفصدق يلصق ما يبداش هكا محطوط حطان بعد يجيني طاير كيما شفتوا هكيكه. وتو باش نبدا نفس الحكايه، نحط بشوي بشوي ليلتوفى الكميه الكل. صاي لهنا كملت حطيت الكمية الكلها كيما شفتوني، نحط ونضغط هكا بيدي نرصها باش تجي بعد قالب واحد وتجي منظرها مزيان ومستوية. طولت عليكم الفيديو، مي ما حبيتش راني نقص منه ولا حاجة، هاكا زربت لهنا فضلي شوية فصدق رشيت فوقها بطريقة عشوائية، قلت علاش قاعدين في الصحفة. باش نكمل هكا نسكرها بالبابي سولوفان ونغطيها ونحطها في الفريجيدير، لازمكم تغطيوها باش كان الفريجيدير فيه ماكلة ولا حاجة ما يبداش هكا مطعمها من بعد بالماكلة. اقل حاجة لازمكم تخليوها في الفريجيدير 5 سوايع، سينو راهو لازمكم من المستحسن يعني تبيتوها في الفريجيدير باش تجي هكا القوام تاعها باهي، والطحينة هذيك تشرب السكر والحليب بودر تشربوا بالباهي. هنا صاي غطيتها باش نحطها في الفريجيدير، وهذه الشامية متاعي صي حضرت بالحق جتي ياسر بنينة، ديب محليت الحكة، ريحة الشامية فاحت. نودكم ونشهيكم ان شاء الله تجربوا الروسيت. قول القايل الشامية موجودة في كل بلاصة، علاش نعمل فيها؟ الحقيقة برشا سألتوني على الروسيت، برشا حبيتوني نصورها، قلت علاش ليه خليني نصورها معاكم. اون بلوس حكة صغيرة باك الحسبة، والكمية هذه شوفوا ما شاء الله يعني طيحت حكة ما شاء الله تسمى كمية كبيرة، على خاطر كيما تشوفوا راهي خشينة ماهيش جويدة. كيما شفتوها لهنا نحيتها، تنحات قالب واحد. نكمل نحي هنا البابي سولوفان وباش نوريكم كيفاش نقصها. لهنا سامحوني وين نقص فيها، نورمالمون نحط السيبور من قدام باش تشوفوا كيفاش، حطيت السيبور من تالي اما مش مشكله ما فاتكم حتى شيء، تو نوريه لكم كيفاش جات من قدام. ولهنا الفيكيا ما خلتنيش نقصها بالباهي، كيما تعرفوا الفيكيا كي تحط في الحاجه كي نجي نقصها هكا تعطل. وتوا صايي ما عادش عندي ما نقول، التصاور يحكي وحدهم، الفيديو يحكي وحده. ان شاء الله تجربوا الروسيت وان شاء الله تعجبكم، واكيد بقدره ربي كي تتبعوا المراحل الكل وكل شيء باش تجيكم حاجه ياسر بنينه. نستنى تشجيعاتكم، نستنى لي ريتور نتاعكم كيما العاده. كان جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي التصاور نتاعكم على انستغرام. وتوا نبوسكم برشا ونقولكم بسلامه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر على قريب. باي باي.